المعطى الثاني هو هناك تحولات الآن في حتى في العالم القروي، لأن العالم القروي الذي نتحدث عنه اليوم أو يعني بعض المراكز القروية، هناك كهرباء، طبعاً هناك مشاهدة ومتابعة للفضائيات، انترنت، يعني كل شيء. لم نعد نتحدث عن مجتمع قروي مغلق في السابق. نفس الخدمات تقريبا متوفرة. المسألة الثالثة وأن الكثير من شباب العالم القروي درسوا، يعني تمكنوا من متابعة دراستهم، ونحن نلاحظ بأن العديد ممن رشحوا أنفسهم في انتخابات السابقة في بعض القرى هم أصلا شباب تلك القرى الذي درس وتكون في الـ في الـ في الـ في المدن. معنا لسنا امام مجموعه القرويين يعني تلك الصوره التقليديه، لا، هؤلاء اطر وكفاءات وفعاليات تمرست وعادت الى قراها. للدليل اننا نجد الان مجموعه من رؤساء الجماعات القرويه ومستقرون بالمدن، يعني السكن الرئيسي هو في المدن. انا اريد ان اقول بأن الكون أن حزب العدالة والتنمية فاز بالمدن، هذا حكم يحتاج كذلك إلى التدقيق. مثلا خذ مدينة الرباط، حزب العدالة والتنمية نجح في أحزمة البؤس، بعض الأحياء الراقية فاز اليسار فاز وقص نفس المسألة في الكثير من المدن. ثانيا، وهذه مسألة أساسية، أن النواة الصلبة في المدن وهي الطبقة الوسطى لا تصوت، مع الأسف لا تصوت. لذلك عندما نتحدث عن المدن وعن فوز حزب العدالة والتنمية، تذكر ما قلته سابقا، قلت بأن فوز بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية هو مرتبط بنسبة المشاركة. خذ مثلا نسبة المشاركة في المدن كانت متدنية جدا.